اليوم موضوع البيانات موضوع جدا مهم. لما نذكر المستقبل نذكر البيانات، نذكر الذكاء الاصطناعي، نذكر العديد من مكونات هذا المستقبل. وين ما بتروحون في أي شغلة من المتوقع منكم أن تركزون على موضوع البيانات في أي شيء، لأن الرقم يتحدث أقوى من أي إنشاء ممكن نكتبه. اليوم عشان نحصل على بيانات صح بس مطلوب شيء واحد، تعاون وثقة. أفضل دولة في العالم في مؤشرات التنافسية العالمية دولة الإمارات. ليش؟ لأن في بيانات تدعم الإنجاز هذا. نحن مستقبلنا في الإمارات يبدأ اليوم، يبدأ وياكم أنتم شباب دولة الإمارات، والخدمات العظيمة أتي من جودة المعلومات. وفرت اليوم البيانات لاتخاذ القرار، اليوم أقدر أطور من منصة الخدمات الموجودة، الخدمات الإلكترونية. حكومة قائمة على البيانات والمعرفة، هذا مستقبل الدولة.